الاجواء اللي دارت فيها المقابله كيف ما كتشوفوا كانت بالنسبه لنا سهله حيت هذا كيبقى ماتش ديال دو بوا. الحمد لله كناكدوا بان الديربي بالنسبه لنا ماتش عادي وفي كازا حنا اللي كنحكم هذا هو اللي كنحكم. كاين الديربي راه كيكون ديما عنده واحد الطعم خاص من غير المباريات الاخرى. بصح ما بديناش مزيان ولكن باقي ان شاء الله هاد لي بلاي اوف نمشيو بعيد ان شاء الله هاد العام كما قلت لك ما بديناش مزيان ولكن فريق الوداد كي كيمرض ولكن ما كيموتش. الحمد لله فريق الوداد كبير وكبير على اي فريق في العالم. الحمد لله اليوم انتصرنا على الدرجه البيضاوي اللي كنحترموه اللي كيبقى فريق كبير حتى هو والحمد لله ان شاء الله نزيدوا نتعلقوا في المباراه. ولا هدف ما نكذبش عليك كنا في الاول ما بديناش مزيان يعني كان فريق مهدد بانه ينزل في الدرجه الثانيه ولكن الهدف هو ولا شوف الفريق الوداد ما يمكنش تشوفه في الدوزيام ديفيزيون. هذه اول نقطه. ثاني نقطه الدراري كلهم عارفين الاهميه ديال المباريات اللي كانوا عندنا عارفين بان ما يمكنش تنحو الدرجه الثانيه. الفريق الوداد راه فريق كبير كيلعب على الالقاب كينافس على الالقاب والحمد لله الدراري كل واعي بالمسؤوليه هذه ضمننا المانشي الحمد لله. اليوم راه باقي كنهزوا على البلاي اوف ان شاء الله نقدروا نمشيو بعيد ان شاء الله. No, the feedback was good. I think we played good defense, you know. It led to offense, you know, we got the dub. Hopefully we get to go to the playoffs now. For you, the derby is a special match or... You said what? The derby is a special match or... Special match for sure, because you know the crowd coming out. You know it's a rival, so I feel like it's a real good match. And we play hard. You know what I'm saying? Yeah, it's a good one. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.